مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. حازم إلى الحد الذي أصبح فيه فيصلا في الحق والعدالة والقوة، شامخ تلمح الهيبة في حضوره وأقواله وأفعاله، ملك على التاريخ أرسى ذكره، فغدا الزمان لذكره يتعهد. أتحدث عن سلمان بن عبد العزيز، الرجل الذي يعلمنا ماذا يعني أن يكون الوطن والشعب في قلب رجل يعطيه من التسامح ما يجعله بلد الإنسانية الأول، ويعطيه من القوة ما يجعله الوطن الذي لا يهزم. الأمة العربية تجتمع بقيادته، فلكم أن تفرحوا وتتفاءلوا وتبتسموا. وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى المنطقة الشرقية استعدادا للقمة العربية يوم الأحد القادم. القمة ستحظى بمشاركة واسعة من قبل أصحاب الجلالة والسمو والقادة والرؤساء ووفود الدول العربية. أبرز الموضوعات التي ستناقش في القمة العربية: القضية الفلسطينية ستكون محورا رئيسيا في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير، أيضا الملف السوري سيكون حاضرا للمناقشة وإيجاد حل عاجل لما يحصل في سوريا، الملف اليمني ومن بينها الأوضاع الإنسانية وموقف الحوثي في اليمن وتدخلات إيران. هذا الأمر سيكون مطروحا بقوة على جدول أعمال القمة. القمة ستقام في مركز الملك عبد العزيز الثقافي إثراء، هذا المركز يعتبر نقطة اتصال إثراء مع الثقافات الأخرى. المركز يتميز بالتصميم المعماري ذي الدلالات الرمزية القوية والتقنية الحديثة، كما يجمع بين أساليب التعليم الفريدة، وهو منصة ملهمة للمستكشفين والمتعلمين والمبدعين والقادة. والقمة العربية ستكون في إحدى قاعاته الكبرى. سلمان يا خادم وطن يا حمى الدين، حسن المكارم كلها عن جدار، مكنت ربي من قلوب الملايين، يا ابو فهد لين اعتليت الصدارة. سلمان يا خادم وطن يا حمى الدين، حسن المكارم كلها عن جدار، مكنت ربي من قلوب الملايين، يا ابو فهد لين اعتليت الصدارة. مكنت ربي من قلوب الملايين، يا ابو فهد لين اعتليت الصدارة. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم معي في الاستديو عضو مجلس الشورى سابقا الأستاذ حمد القاضي، وعبر الهاتف سيلتحق بي بعد قليل الكاتب الأستاذ محمد العصيمي. أستاذ حمد حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا. قيادة الملك سلمان والسعودية للقمة العربية الآن وفي هذا التوقيت ماذا تعني؟ جميل، احنا لو رجعنا إلى بذاكرة التاريخ منذ عهد الملك عبد العزيز حتى عهد الملك سلمان، تجد دائما المملكة العربية السعودية قائدة لهذه الأمة على المستوى العربي والإسلامي، ولها أيضا لها حضورها الدولي. المملكة العربية السعودية عرفت بمواقفها، عرفت بحرص على توحيد الأمة ولم شتاتها وإبعاد كل الخلافات التي تتم بينها. وعندما نستعرض المواقف على مدى السنوات الماضية نجد المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة هذه الأمة، على نمائها، على شعوبها. وبالتالي يأتي انعقاد القمة الخليجية التي إن شاء الله تفتتح يوم الأحد القادم في المملكة العربية السعودية، ويرأسها ودعا لها الملك سلمان. الملك سلمان لم يكن حاكم للرياض فقط، كان رجل دولة ورجل سياسة، وأنت تذكر يا سامفرح أنه كان له زيارات للدول لا يزورها بوصفه، إنما كان أمير الرياض لا يزورها بوصفه أمير الرياض، يزورها كقائد سياسي سعودي عرف بالحكمة، عرف ببعد النظر، فضلا علاقاته بالزعماء
وتواصلي معهم. أنا أشعر ويتوشع قلبي بالأمل والفرح أن هذه القمة القادمة إن شاء الله ستعود على الأمة العربية وعلى شعوبها وعلى مواقفها بالمزيد من القوة، بالمزيد من الاتحاد. وتعرف يعني أي أمة تتشتت لا يمكن أن يكون لها حضور لا سياسي ولا اقتصادي. ثم ما أنا أيضا متفائل من جانب آخر، اختيار المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية هي بلد الخير، وحتى أعتقد المكان اللي سيعقد فيه المؤتمر اسمه إثراء الثقافي اللي أنشأت ورامكو، وهو من رأيتنا من أروع حقيقة المراكز عبد العزيز. فهذه كلها يعني تجعلنا متفائلين في المملكة وفي الدول العربية أن القمة القادمة إن شاء الله ستكون متميزة، ستكون لها خطابها الوحدوي لهذه الأمة، ستتناول، أنا لا أدري ما سوف تتناول، لكن أنا على يقين أن الجدول اللي وضع وخاصة في المملكة العربية السعودية جدول حافل يتناول ويشتمل على كل ما يهم الإنسان العربي، وخاصة أننا نحن الآن نواجه تحديات في أمتنا لم تواجهها من قبل على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي، ولن نقلص هذه التحديات ونواجهها إلا برأي واحد وبكلمة واحدة. لعلنا نقول إن شاء الله أن القمة القادمة فاتحة خير على هذه الأمة. نعم، الوقوف المملكة العربية السعودية إلى جوار كل القضايا العربية يشهد به التاريخ. صحيح. كيف تعلق؟ نعم، أنا لن أتحدث هنا بوصفي بعاطفتي كسعودي، ولكن عندما نقرأ ما كتبه المراقبون الغربيون والكتاب والمحللين السياسيون على مدى السنوات الماضية، نجدهم عندما يتحدثون عن المملكة العربية السعودية يعتبرونها مركز الثقل. ولاحظ أنت، بضرب لك مثل، بعد ما تولى الملك سلمان الحكم لاحظت يا أستاذ مفرح، ولاحظ أبناء الوطن كيف أغلب زعماء العالم من الكبار والصغار زاروا الملكة العربية السعودية، زاروها لأخذ الرأي، للحكمة، للتباحث مع الملك سلمان. لو لم يكن للملك سلمان الثقل وللمملكة العربية السعودية هذه الثقل، ما يعني أعتقد خلال يمكن سنة زارنا يمكن 40 أو أكثر من 40 زعيم، ما بين أوروبي ما بين العربي أكثر، يعني القمة الأمريكية السعودية. نعم، هذه قمة القمة، وعندنا القمة العربية القادمة، لكن على مستوى زيارات شخصية زار أغلب زعماء العالم. فالمملكة العربية السعودية لها ثقل، لها تاريخها. ثم عرفت المملكة العربية السعودية لاحظ الآن هي لا تدخل بأي بلد إطلاقا، وإذا أرادت فقط تريد مثلا لبنان، الملكة العربية لا تريد شيء من لبنان، تريد الاستقرار له، بينما نجد إيران وأمثالها لهم جندة معينة عندما يدخلون في بلد معين. حتى إيران عندما تأتي تقول لي أدعم فلسطين لها أهداف أخرى. المملكة العربية السعودية الحمد لله أنعم الله عليها بثراء اقتصادي، بوجود الحرمين الشريفين، هي لا تريد وبالحكمة السياسية أعتقد. نعم، اللي يجمع كل هذه الأمور ويجعلها في هذه المكانة الحكمة السياسية بدرجة كبيرة. صدقت جدا. ولاحظ الملك الله يحفظه الملك سلمان إذا تحدث دائما يتحدث بهذا الشأن، وأنه نحن بحاجة للرأي، بحاجة. والزعم الذين أتوا المملكة العربية السعودية بعدما تولى الملك سلمان كلهم جاءوا ليأخذون الرأي الحصيف، يأخذون الحكمة، ينشدون، لأن يعرفون المملكة وقائدها ليس له أي هدف، هدفه هذه الأمة، اقتصاد الدول العربية والإسلامية، وحدتها، إبعاد النزاعات اللي تفرق ولا توفق. نعم، جميل جدا. طيب، يمكن القضية الفلسطينية تأتي على رأس هذه القضايا. صح، التي ستناقش. نعم، وش المتوقع بخصوص جيب هذا الملف؟ طبعا المملكة العربية السعودية لها موقف ثابت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وحتى الملك سلمان، وسوف يستمر هذا الموقف، لن يتغير، أنها تريد عودة السلام لفلسطين، تريد عودة الشعب الفلسطيني لأرضه، تريد الاستقرار. هذا الشعب الفلسطيني الذي عاش الشتات على مدى عقود، المملكة في كل محفل وتلاحظ في كل منتدى دولي دائما تنادي بالسلام العادل. وكان سمو الأمير محمد ولي العهد في خطاباته في زيارته التاريخية لأمريكا وفرنسا والآن أسبانيا
وبريطانيا كلها كان يقول نحن نريد السلام العادل، المملكة العربية السعودية تريد السلام العادل، تريد استقرار هذا الشعب. والحمد لله أزعم أنه لولا المملكة العربية السعودية ومواقفها وحضورها السياسي والاقتصادي ربما أصبح الوضع الفلسطيني بأسوأ من هذا الوضع. أنا إن شاء الله متفائل قضية فلسطين، وخاصة الآن أنه يعني بعد مثلا زيارة الأمير محمد لأمريكا، وتعرف كانت له محادثات سياسية مع بريطانيا وفرنسا، أنه إن شاء الله يتصل القمة ويصل قادة العرب إلى حل يعني يتم على أرض الواقع لإيجاد السلام الذي ننشده منذ سنوات طويلة ولم يتحقق لشعب الفلسطيني. طيب أنا أستأذنك أنه أخذ اتصال للأستاذ محمد العصيمي. معنا الأستاذ محمد العصيمي، حياك الله معنا في أهلا. حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. الملف الأبرز أو المتوقع أن يكون الأبرز في التداول والتناول والنقاش في القمة العربية؟ والله أنا أعتقد أنه طبعا هذه القمة العربية زي ما يعرف الجميع هي توقعت في ظروف وملابسات جدا صعبة، يعني كما هي حال كل القمم العربية التي عقدت منذ العام 2011، أي منذ بدأ ما يسمى بالربيع العربي أو الخريف العربي. فهناك ملفات عديدة أشار لها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث، وأيضا أشار لها المتحدث باسم الأمين العام للجامعة السيد محمود عفيفي. طرحت اليوم في الجلسة التحضيرية للقمة على مستوى وزراء الخارجية. لكن إجابة على سؤالك، أنا أعتقد أنه إرسال إشارات لإيران من هذه القمة سيكون هو أهم وأكبر الملفات، وهذا أكد عليه اليوم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وأكد عليه أيضا أمين عام جامعة الدول العربية. طبعا القمة فقط للتاريخ، يعني لنسجل للتاريخ، هي أول قمة عربية تعقد بالمنطقة الشرقية. وعشان كذا بسألك عن اختيار المنطقة الشرقية. نعم، هي تعقد في المنطقة الشرقية التي طبعا جغرافيا ليست بعيدة كثيرا عن إيران، وبالتالي ستكون الإشارات من هذه القمة لإيران إشارات واضحة بأنه العرب يستطيعون أن يجتمعوا، يستطيعون أن يكونوا على صوت واحد وعلى قلب واحد متى ما تمادت إيران في غطرستها وصلفها واعتداءاتها على الدول العربية وعلى دول المنطقة. نقطة أخرى مهمة في نفس السياق، أنه المملكة هي الآن يعني الركيزة الأساسية في منظومة العمل العربي المشترك، وهي بطبيعة الحال حملت على عاتقها يعني منذ على الأقل 3 سنوات يعني مجابهة إيران على كل الأصعدة. وإحنا طبعا كما نرى وكما نعرف وكما ينقل كثير من المحللين سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، أنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحمل الملف الإيراني وتهديداته وخطورته على المنطقة وعلى العالم في كل زياراته، يعني سواء العربية أو الدولية كما رأينا من قبل في مصر أو في بريطانيا أو أيضا في زيارة الطويلة والناجحة والمسددة جدا في أمريكا ثم فرنسا والآن أسبانيا. فكل الآن الخيوط العربية بقيادة المملكة تجتمع لكي تنتظم في عمل عربي ونسيج عربي مشترك لكي تصد الاعتداءات الإيرانية ولكي يلجم الطمع الإيراني في الدول العربية وبالذات بالنسبة لدول الخليج. أستاذ محمد، سؤالان فيما يخص الملف الإيراني. الأول، هل تتوقع أن تكون المباحثات اللي أجراها ولي العهد في زيارته الخارجية حول الملف الإيراني تلقي بظلالها على أي قرار سيتخذ ضد إيران في القمة؟ أكيد لابد. أنا ذكرت أنه الملف الإيراني بالنسبة للمملكة وأيضا بالنسبة لدول عربية رئيسية مثل مصر والأردن والمغرب وطبعا دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، يعني كل الدول العربية تقريبا ما عدا قطر، يعني هي التي شذت عن السرب العربي في مواجهة إيران، وهذا موضوع آخر. ولكن كل الدول العربية
بدون شك أنه أنها الآن معنية بالملف الإيراني. قد يكون بالنسبة للمملكة الموضوع أكبر، بالنسبة لمصر أيضا، بالنسبة للأردن أقل، بالنسبة للمغرب أو الجزائر أو إلى آخره، ولكن المنظومة العربية ككل مدركة جدا للخطر الإيراني والأطماع الإيرانية، سواء في الدول العربية أو في منطقة الخليج بالذات. وعندك الآن الموضوع اليمني، الموضوع اليمني أيضا سيكون من ضمن ملفات النقاش في القمة، سواء في جانب إنهاء الاعتداءات الحوثية بالصواريخ الإيرانية على المملكة، ويعني إعلان موقف جاد وصريح منها، أو فيما يتعلق حتى بالتعاون مع المملكة ومع المنظمات الدولية في الجانب الإنساني في اليمن. طيب جميل. أستاذ محمد، السؤال الآخر بخصوص إيران. على طاولة القمة العربية يعني سيجلس رؤساء أو ممثلين للدول اللي تعاني من التدخلات الإيرانية، تحدث عن لبنان مثلا، تحدث عن العراق، اليمن. ما المبادرات أو القرارات اللي نتوقعها من خلال حضورهم لهذه القمة فيما يخص التدخل الإيراني في بلدانهم؟ أنا من وجهة نظري أنه هذه الدول التي ربما كان لها مواقف غير واضحة أو ملتبسة فيما مضى من الأجندة الإيرانية، أفترض يعني ويفترض كثير من المحللين أنها أصبحت تدرك الخطر الإيراني عليها، يعني ترى ما حدث في العراق، وترى ما حدث في سوريا، وترى ما يحدث في اليمن أيضا، في لبنان، في بعض المواقف، وفي بعض الأمور المتعلقة بوحدة النسيج الشعب اللبناني وإلى آخر. وبالتالي المتوقع من هذه الدول التي ستجلس على طاولة القمة أن تكون الآن بالذات، هذه السنة بالذات، بعد كل هذه النتائج وبعد كل ما يحيط بالمنطقة. يعني الآن على فكرة هذه القمة تعقد في ظل تجاذبات دولية خطيرة جدا فيما يتعلق بالوضع في سوريا، واستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه في دوما أو في الغوطة الشرقية أو إلى آخره. فإذا يعني هذه الدول يعول عليها الآن ويعول على حكمة قادتها بأن تتفهم الوضع بالمنطقة، وتتفهم أن الخطر ليس فقط على المملكة أو دول الخليج، بل هو على كل الدول العربية بدون استثناء من إيران ومن أجندة إيران التي لا تزال تصر وتعلن بأنها ستواصل اعتداءاتها وستواصل صلافها وقطرستها في المنطقة وستواصل تحقيق نفوذها في عدد من هذه الدول. هذا النفوذ الذي حدث منه المملكة حين انطلقت عاصمة الحزم، وحين تبنى سمو ولي العهد ملف يعني التعريف والترويج للاعتداءات الإيرانية الثابتة والمحققة على أرض الواقع. نعم. الكاتب محمد العصيمي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في هلا. أستاذ حمد، مثل ما استأذنتك في الاتصال استأذنك في الفاصل ونرجع نكمل. تفضل فاصل نكمل. حياكم الله من جديد في هلا. نتحدث عن القمة العربية التي ستعقد في المنطقة الشرقية بقيادة الملك سلمان والمملكة العربية السعودية، وضيفي في الاستديو الأستاذ حمد القاضي. أستاذ حمد، أرحب فيك. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. تحدثنا كثير عن الملف الإيراني المتوقع، اليمن وملف اليمن، وش نتوقع بخصوصه؟ جميل. طبعا القمة العربية لن ترتهن لملف واحد أو موضوع واحد، وفي تقديري من أهم الملفات لديها الملف اليمني الإيراني الحقيقة، وملف يمن صحيح. إيراني الآن القمة تعقد، والزعماء يأتون المملكة العربية السعودية، وقبل أيام وقبلها الصواريخ الحوثية الإيرانية تضرب حدود جازان، نجران، تحاول نعم ترسل الحقيقة وتسقط الحمد لله صواريخ الرياض وغيرها، ولكن الحمد لله هم أيضا رأوا قوة المملكة، الصواريخ تتفجر في السماء، الطائرات تتهاوى، دخلوا موضوع الطائرات الأبهى وجازان، فالآن الخطر محتق من اليمن، ليس الحوثي لكن لأن إيران تقف خلفه، ولا الحوثي ضعيف الحوثيين، لكن إيران هي اللي تقف وراءهم الحقيقة، والصواريخ الآن ثبت أنها تأتي من إيران، يعني مهما أنكرت إيران. وبالتالي أنا
أتوقع وآمل وأرجو إن شاء الله باسم كل عربي أن يتخذ موقف حازم حاسم من إيران وإيقاف اعتداءاتها والجامها، لأنه في الواقع هي لا تهدد المملكة العربية السعودية، تهدد دول الخليج، تهدد دول العربية الأخرى. هي يعني الإشكالية أنه ما عندك قيادة إيرانية تأخذ وتعطي معهم، يعني بحوار سياسي. القوة لابد أن نتعامل بها معها. ولو تلاحظ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خطاباته أظهر الجانب القوي للمملكة العربية السعودية، بمعنى المسالمة والمهادنة مع إيران والحرص على الحوار معها. لا يجدي، يحاورون في الليل ويختلفون معك في النهار أو ينقضون. حتى الأمير سعود أذكر لما جانا في مجلس الشورى رحمه الله قال كلمة عجيبة، كان أحد وزير خارجية إيران قال نحن نريد العلاقة مع السعودية وكذا وكذا، قال كلمة، قال مللنا من حديث زعماء إيران، نريد تطبيق ذلك على الواقع ولا لن نأخذ بتصريحاتهم. الآن المملكة العربية السعودية عرفت تتعامل مع إيران، ولابد بالحزم والقوة. في ملف اليمني في القمة، دعنا نتفائل أنه يتخذ قرار حازم ضد الحوثي وضد الإيرانيين، لأنه يعني سيستمر العبث بهذا الشكل. لا يعني، وإيران مع الأسف لا تريد تدمير اليمن فقط، بل تريد تدمير الأمة العربية، لكن هي من إيران منتهية ومنهزمة. وتلاحظ الآن أتوقع إطلاق الصواريخ الآن والطائرات من الحوثيين عن طريق الإيرانية طبعا، هي لعل السهم الأخير لدى الآن الحوثيين. ولهذا نحن نتوقع الحقيقة أنه يتخذ قرار حازم للقمة العربية ضد الحوثيين، وليعود الاستقرار لليمن وتعود الشرعية. المملكة العربية السعودية تدخلت لعودة الشرعية طبعا وحماية حدوده وأرضه، هذا أمر طبيعي. لكن أنا أيضا بس بشير لو تكرمت، عقد المؤتمر القمة في المنطقة الشرقية، وأشار الأستاذ محمد إلى شيء من ذلك، أن المملكة المنطقة الشرقية أنها بقدر ما هي وطن البترول والنفط بلد آمن، وهي على الخليج، وإيران على الخليج، ومع هذا تعقد القمة العربية. هذا رسالة للعالم والجمع العرب. أن وتذكر لعلك بيت الغازي عن لما كان حرب العراق والكويت، اللي يقول ونحن الشاطئ الشرقي بحر وأسداف وأسياف وحشت. لاحظ لم يعني أصداف فقط لكن الحشد. فالقوة في المملكة السعودية في كل مكان، الوطن آمن. بقي إن شاء الله أن الزعماء العرب بقيادة الملك سلمان يتخذ القرارات التي ينتظرها كل مواطن عربي، ينتظرها الفلسطينيون، ينتظرها اليمنيين، وهذا ما سيحدث إن شاء الله. هذا اللي نتوقعه. نعم الأستاذ حمد القاضي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. القمة تعقد إن شاء الله في المنطقة الشرقية بقيادة الملك سلمان، وعلى الطرف الآخر الأمير محمد بن سلمان يواصل زيارته الخارجية، وهذه المرة إلى إسبانيا. التفاصيل بعد الفاصل.